بتعرفوا ازاي ان احنا من دقه الباب؟ دينا شو رح تغني لنا؟ هغني اغنيه لام كلثوم سيره الحب. سيره الحب. طيب انت هاي الغنيه، انت هاي الغنيه بتحطك بحزن ولا بفرح ولا كيف عاده بتاديها؟ هي انا باديها عشان بابا الله يرحمه كان بيحب يسمعها مني، فكنت بغنيها له بفرح، يعني كنت ببقى مبسوطه ان هو دايما بيحب يسمعها مني. انت هلا جاي تغني لنا اياها بفرح؟ بس المشكله هون انه هيدا الحيط اللي وراك قالوا لك قبل ما تطلع بيقدر يوقع عليك، انتبهي بليز، قربي عليه شوي، رجعي لورا وهيك هدي شوي، خليك مهديتي بايدك تشوف، اتركي ورجعي هدي، يعني خايفه يوقع عليك، بيقتل يعني، حيط كبير طويل عريض. اوكي، بس بدنا نضل بزيت الفرح لانه انت اكيده ومتاكده انه بيك الله يرحمه عم يسمعك. اوكي، هيدا الحيط ممكن يوقع علينا اي ساعه اللي كان، يمكن ما هدي بايدي، يمكن هدي، يمكن، بس انا عايشه هالقلق هيدا. اوكي تمام، يلا في نفس الوقت مبسوط. طب بدك تغني لنا اياها، الناس مش عارفين، نحن هون في 5000 شخص عم يحضروكي ما معهم خبر انه ممكن هيدا الحيط يوقع. اوكي يلا. طول عمري بقول لنا قد الشوق وليالي الشوق، ولا قلبي قد عذابه، وقابلتك انت لقيتك بتغير كل حياتي، معرفش ازاي انا حبيتك، معرفش ازاي يا حياتي من همسة حب لقيتني بحب، لقيتني بحب وادوب في الحب، ادوب في الحب وصبح وليل وليل على بابه. ما بقى في مشكلة حياتي، يلا بسرعة. طول عمري بقول لنا قد الشوق وليالي الشوق، قلبي قد عذابه، وقابلتك انت لقيتك بتغير كل حياتي، معرفش ازاي انا حبيتك، معرفش ازاي يا حياتي من همسة حب لقيتني بحب، لقيتني بحب ودوب في الحب، ودوب في الحب صبح وليل وليل على بابه. ميرسي. أنا بالنسبة لدينا اليوم كنت بفضل أكيد تغني شوية أكتر تما نرجع نعيدها، يعني نحن عيدناها لنشوف كمان المود إذا بيفرق، بس عم بتغني قليل، يعني غنت قليل بالأول. هلأ المسي عادها بالأول إنه هي كل الوقت كانت بارمة وجهها لميلة وحدة، وهذا الشيء كان عم يعمل لها شوية تانشن، سو وضعية الصوت ما كانت كتير مرتاحة. تاني مرة غنت أحسن، بس تل بعد في كم شغلة، يعني في السبار تبع الأفلات ووضوح الأفلات إنه لازم يكونوا أريح وأثبت، لازم ترسي أحسن، النوتات العاليين لازم ينشغلوا بعد تيكون في نقاوة أكتر من النوتات العاليين، ويروح هيدا النزال اللي بعده شوي باقي. وقت عم تجرب تعلي الصوت ما عم تعرف وين تحطه، سو عم بيطلع شوي نزال. الصوت كتير كتير حلو ضخم، بس أنا تفاجأت هديك اليوم عم نعمل فوكاليز بالصف،
بلشنا نطلع، بس وصلت على صوت المستعار غير إنسان كليا. يعني هيدا الصوت يلي عم تستعمله عظيم جدا، صوت الصدر، بس لازم يكمل طبقة صوتها، لازم تكمل بصوت المستعار تتقدر تاخد طبقات غير هالطبقة اللي عم بتغنيها. بنت عندها مستقبل كبير، وبعدين عندها ماتوريتي بكل تصرفاتها، عندها هيك نضوج، واحد بينبسط يشتغل معها. أنا بدي أحكي عن دينا من ناحية الحضور. عندها حضور بياخد العقل، جدة بكل معنى الكلمة، بيعبي مطرحه، ناضج هيك يعني، بغض النظر حلوة أو مش حلوة، بغض النظر مش كحلوة، كحضور، كشخص هيك له قيمته، بتحسي واقف. هيدي عادة بده عمر، بده عمر أكبر منها ليكون، هيدا شي حلو. صوتها طبعا عنده حضور حلو كمان مثلها، أبدا ما عرفت تفاعلت مع الموضوع اللي أنا تلاقيه نهائيا، مش مشكلة، مانا معودة على هالنوع من ال، مش كل الناس بيقدروا يلقطوا من الأول، في ناس بدك تعلميهم ياهن. ما عنده حس لعبة المسرح يعني، أو لعبة الشعور والشعور الآخر المناقض له، مش مشكلة. بس أنا قلت لها تعيد، لأن عم تغني كتير قليل، ما بعرف ليش عم يغنوا هالقد قليل. هلأ أنا صرت حاسة بالذنب على رافائيل، لأن كان لازم كمان رافائيل نرجع نعطيه فرصة، بس بالنهاية عم بيجي عيده ذات الشيء، يعني أنا عم عيده بس عم بيجي عيده ذات الشيء، يعني بدي يرجع رافائيل عيد ذات الشيء، مش ما كان رح يعمل يعني، مش هالإضافة نحنا رح تضيف تعميلهم بلوس أو موا، هي ذاتها يعني. يا ريت تغنوا أكتر شوي. أنا بحب حضورها لدينا، وبحس أنه بده طبعا صوتها بده شغل كتير لأنه قوي. واضح دينا انه الظروف يلي مرقت فيها يعني وفاة بيها، ونضجت كبرت قبل بوقت، حملت مسؤولية قبل بوقت، فهيدا الشيء واضح على شخصيتها، مشان هيك بنحسها كلنا اكبر من عمرها. هي منا كبيرة بالعمر، بس هي كبرت فجأة ونضجت، في ثبات بالمغنى وبالشكل وبالنضج كتير حلو عندينا، عم بلاحظه بالبرايم وعم بلاحظه بالإيفال. ولكن أنا من اليوم صار بدي شيء مختلف من دينا، يعني صرت ببرايمين وبإيفالتين بشوفها بنفس الثبات، ناطرة إنه دينا تفاجئني بشيء مختلف بالصف وبإيفالات الجاية، لأنه شفناها هيك كتير حلو هيك، لكن أنا متأكدة إنه هالبنت عندها أحاسيس، عندها طاقات، يمكن بالتمثيل، يمكن بإنها تكون شوي لعوب أكتر، يمكن بالاستعراض، يمكن يعني في مجالات نحنا لازم نساعدها تكتشفهم تنفتح لها الطريق، يمكن ترجع تختار هيدي الطريق يلي هي بلشت فيها. ولكن مش غلط نحنا نفرجيها إنه فيها تعمل إشياء تانية ومختلفة. أنا بشوف إنه خامة صوت لدينا كتير حلوة ومميزة، بس اللي ناقصها لدينا هي الصنعة بالغناء، يعني تكون متمكنة أكتر من طريقة الغناء تبعها. بتغني بس وقتها بيجي حدا بيقلها شو تعمل، أو تزيد هالعربة أو تزبط هون، بصير أحلى. يعني بدها حدا دايما يخليها تعرف كيف بدها تمشي، كيف بدها تأدي الأغنية. إن شاء الله هيدا النضج اللي موجود بشخصيتها يوصل كمان لصوتها ولأدائها، تقدر تعطينا كل الإمكانيات الحلوة اللي بتزين لصوتها. في صوت حلو بس بده تزيين وترتيب بطريقة تيصير متكامل أكتر.